الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الله تعالى على نعمة الإسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالواجب علينا جميعا وعليكم أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة. دي واحد. اثنين، بعد شكر الله تعالى نشكر القائمين على هذا الأمر، وجزى الله خيرا عمن الجمر، وجزاكم الله خيرا أنتم جميعا على جهدكم وعلى اجتماعكم لمثل هذه المحاضرة. أسأل الله يرحمنا بها جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، عم وخص نادى في أهله وفي عشيرته فعم وخص، يعني ناداهم جميعا وخصص. فنادى العباس عمه رضي الله عنه، ونادى صفية وهي عمته رضي الله عنها، ونادى ونادى إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. فالزول يا جماعة يوم القيامة ما في زول بينجي زول. قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. شكيت من الدنيا دي، شوف سبب النجاة شنو. وسبب النجاة باختصار عشان أخش لك في الموضوع، وأنا عندي ثلاثة رسائل، رسالة ساعة أو أكثر للصوفية، ورسالة لأنصار السنة. ما قال عم وخصة، في ناس جو طبعا قاعدين وديل عندهم فهم ما من الحكمة، أصبر. ورسالة للدعاة عامة. لكن قبل أخش في الرسائل دي الثلاثة إن شاء الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم جاءه رجل من رواية جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ البيوجب دخول الجنة برحمة الله شنو؟ والبيوجب دخول النار شنو؟ قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وش دار تدخل الجنة؟ نحن والله جيناك ليدي، وجيناك عشان نبين الحق. والناس اللي بيفلقوا بيبر ديل، نحن ما عندنا مشكلة. والله أنا ما أذكر سفرة ما رقنا قلنا بنجي راجعين، ما عندنا كلام زي ده، الحمد لله ما عندنا مشكلة. فلق وارمي، وبعد الطوب اكمل ارمي الطفل بتاعك برضو، نصب ونعلم التوحيد ويمشي يكشفك في بيتك جوا هناك، والله الذي لا إله غيره. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ناس تبين لهم ده طريق النار ومصرين، مصر الواحد مش درب النار. شكي في البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا، أقل زول في النار: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: لقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. ناس بتحدوا الله ويتحدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، زول يقول: بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، أهل السلسلة بناديهم، ديل أهل الله بناديهم.
واحد تاني شغال كباشي، كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. في كباشي بدي طفل. قال تعالى في القرآن: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الجنة بتديتا ولا بديها الله سبحانه وتعالى؟ ودي أول رسالة وجهها للصوفية. وقبل ما أخش عليهم وعلى غيرهم، في ناس برا كتار نسوان في البيوت ورجال، وبعضهم جو المحاضرة بيستغربوا، يقول لك الناس زي اللي بجيبوا الناس ليه ما يتكلموا آية وحديث؟ لأنه ده دين يا جماعة، والله كونه تذكر الناس ده دين. قبل أي آية ولا حديث، أنا بديك دليل واحد بس، لكن قبل الدليل ده، لو زول عنده ولده عمره 13 سنة ماشي مع زول عمره 25 سنة، وأبو 25 سنة زول بتاع بنجو وما بصلي وبتاع لخبطة في أخلاق وفي غيره من الأشياء، زول ما محترم، ولدك عمره 13 سنة ماشي معه، بتخليه ولا تحذره؟ مش بتحذره؟ تقول لي يا ولدي الزول ده ما ألقاك شنو معه؟ يقول لك ليه يا أبا؟ تقول لي الزول ده كعب، ولا بتقول لك كعب؟ بتقول لك كعب. نحن خايفين على الأمة دي، الناس اللي يتغشوا الصوفية المساكين الدراويش الخاشين جداد قايلين ده درب الدين. الزول شاف ده عنده مسجد، وشافه بيقرأ قرآن، وشافه الناس ملتفة حوله، قايل ده الدين، جابه حسنينية قايل ده الدين، وخش معه في الطريقة. بعد شوية تبين الحق من الباطل، الواجب عليه يرجع ويترك الجماعة دي. القرآن اللي انت شايفه ده بخالفوه. القرآن بيقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. شوف الصوفية بيقولوا شنو، ده كتاب طبقات والضيف الله صفحة 116، قال الشيخ إدريس: درجات الأولياء على ثلاثة أقسام. عشان ما يقول لك بتكلموا في الناس ليه، الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قال من رواية عائشة رضي الله عنها: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: لما استأذن عليه رجل قال: أذنوا له بئس أخو العشيرة. وقال صلى الله عليه وسلم في البخاري: ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فلما تولى الرجل، تولى يعني شنو؟ يعني ذهب ومشى، يعني الزول ده مشى. بعد مشى الرسول يتكلم ورا ظهره صلى الله عليه وسلم، بعد يتكلم قدامه ورا ظهره قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية، في رواية: يخرجون من الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم لما يمرق تايم يرجع. قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، بيصلوا، وقراءتكم مع قراءتهم، بيقروا قرآن، وصيامكم مع صيامهم، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، إلى آخر الحديث. ده مش فيه تحذير، ده من الدين، والله نؤجر فيه إذا أخلصنا لله تعالى، نؤجر على هذا الأمر إذا أخلصنا لله سبحانه وتعالى. والناس تعرف طريق الضلال، تمشي لا الله براك يا أخي إلا بطريقة، إلا بجماعة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة شنو؟ فردا. براك مش يوم القلوب الكظم
أبو قرون بيجيش وتنظم إيجي شايل لنا وبقال ساوي إزعاج يوم القيامة سوى لنا إزعاج هنا تل 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 يا ساسين أسى مرب القوم لطاهة أسى رجال ميمي تل 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 ساري الليل للقرض قرش قال لك كل قرض شنو تبارب تأكل قرض لما انت تقرض ساري الليل للقرض قرش ما هو الحبوب ما هو الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربته العالية بتحرك تش أسي ده دين يا جماعة ده دين والله دخل بلياء طلع كيكي ما هو الفجل ما هو البامبي أسي ده دين ولا ما لجب تعد خدار يا أخي تغشوا المسلمين يا أخي إلا زول يعمل له طريقة وجماعة الطريقة التجانية نسبة لمنو أحمد التجاني درب الرسول ماله الرسول ليه خليته مشيت للتجاني صلى الله عليه وسلم الطريقة القادرية نسبة لمنو القادري درب الرسول ماله خليته ليه الطريقة الشاذلية البرهانية ليه خليت درب الرسول عليه الصلاة والسلام الطريقة التزعينية الطريقة الكزنزانية الطريقة العجلاتية السيوسيواتية إلى آخره ليه يا أخي ليه الله قال في القرآن فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه في شيخ بيثبت ليه مريد يوم يفر المرء من أخيه ده أخوه فت بيجر منه وأمه وأبيه أمه بيجر منه أبوه بيجر منه وصاحبته الزوجة بيجر منه وبنيه أولاده بيجر منه ليه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ما تمسك في بشر يا أخي الله قال في القرآن إن يوم الفصل سماه الفصل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله يا خلجة للرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الجماعة قالوا أجدادنا ناس إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق الله رد عليهم قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب نسائب انتهت فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يا خلي عقيدتك في الله قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين قال تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا يا أخي تعلق بها الله يا أخي تعلق به شيخ ويخشك يقول لك أنا بعلم الغيب ده صفحة 116 طبقات وضيف الله ده يدرسوا منه قصص من الطبقات يدرسوها في جامعة الخرطوم كلية التربية يعني بيطلعوا أساتذة كان في موية جيبة لأنا جاي عندكوا حاجوية أموري بتوضح إن شاء الله جيب موية انتي نشرب الكوز ونردم الكوز إن شاء الله أصبر شوية طيب بعدين بيدرسوا لنا ناس التربية والتربية بيطلعوا أساتذة يعني أساتذة يدرسون كلام فارغ والله عشان كذي بلدنا دي ما ماشية لقدام الناس برا من سنة أولى يدرسون في التوحيد من أولى تانية يخشوا السنة ويدرسون العقيدة الواسطية بشرح الفوزان نحن هنا يدرسوك لقطة صغيرة سميتها سميرة بلد ناقصة قطط وشيوخ ودراويش والله الذي لا إله غيره كلها هوس ولخبطة باسم دين الله تعالى طيب الكلام الأخير ده فيه خطأ من أنا إن شاء الله يحذف اللي هو الطعن في المناهج ده ما من الدين بل ما بجوز شرعا
هاي، فأنا أتوب إلى الله منه وقتي إن شاء الله. طيب، صفحة 116 قال: قال الشيخ إدريس: درجات الأولياء على ثلاثة أقسام، كبرى ووسطى وصغرى. بغش الصوفية يقول لهم الأولياء ثلاثة أقسام، هذا مكتوب. قال: فالصغرى أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات. أصغر ولي بيطير، تخيل أنت قاعد مع الشيخ يقول لك أقف في جنب أنا دار أخذ لي طيرة وأجي راجع، فر بيبقى مارق. في شيخ طار في البلد دي عشان تعرفهم كذابين، أنت لقيت لك واحد طاير بفوق، حصل يوم بتتغدى وقع لك مركوب بتاع شيخ من فوق كله كذب باسم الدين والله الذي لا إله غيره. طيب، قال: والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون. يصل درجة الشيخ يقول للشيء شنو؟ كن فيكون. إنت نحن ما محروق مننا، تقول يا جماعة بوديك نجوه ودي المشو والناس ذي الكرهونا، انت بتقول للشيء كن فيكون، ما تقول لنا كونوا مهيوبة وتنتهي مننا بس، قول لنا كونوا باسطة بلبن وانتهي من الموضوع، شنو تقول للشيء كن فيكون ونحن لافين معاك في البلد دي؟ قال: وهذا مقام، وهذا مقام دفع الله ولديه. قال دفع الله ولده ده بقول للشيء كن فيكون يا أمة. طيب، قال: والكبرى هي درجة القطبانية. وقال الشيخ: بلل، ده اسمه بلل، تمسك دربه وتبيل طوالي إلى جهنم سريع سريع. طيب، وقال الشيخ: بلل الشيب ولد الطالب. قال شنو؟ اسم أبوي دفع الله هو اسم الله الأعظم. رأيكم شنو يا جماعة في الكلام؟ لسه نمشي قدام. قال: وكان إذا كتب حجابا، عشان ما يغشوك، وكان إذا كتب حجابا كتب فيه جميعه دفع الله. في الحجاب بيكتب شنو؟ دفع الله. ودفع الله ذاته لو ربطوه بإليستيكا في يدك ما بيعمل لك شيء. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال سبحانه: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال جل وعلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال سبحانه عن موسى عليه السلام: قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ليه؟ إن الله شنو؟ معنا. إن الله معنا، ما قال لي يا أبو بكر، يا أبا بكر أنت طبعا أكبر ولي في الأمة دي بعديه، وأنا أسيب أكتب لك حجاب ولا أكتب أنت بمليك حجاب بتاع اختفى الجماعة ديل ما بشوفوك. لا، في صحيح البخاري ومسلم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدمي لرآنا. وفي رواية: تحت قدمي لرآنا، لو دنقر بس بيشوفنا. قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. دي عقيدة الأنبياء. وأول نبي أو أول رسول، أول رسول، ودعوا عنوان المحاضرة وأنا ما دار أفصل كثير لأنه إخواننا ذي سبقونا لعلهم فصلوا وذكروا قصة عبادة غير الله ابتداء القصة وكلام ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري وفي تفسير من كثير، كونوا ذكروا الأشياء في النهاية المقدمات. وأخونا نورين جزاه الله خير ذكر بعض الفوائد وذكر بعض الأشياء. طيب، لكن نوح عليه السلام هو أول رسول. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين شنو؟ من بعدي. واستدل بها صاحب الأصول الثلاثة في أواخر الأصول الثلاثة في أواخر الأصل الثالث على أن أول رسول أرسله الله تعالى هو نوح عليه السلام. ورسل ديل كلهم جبل التوحيد،
الصوفية خالفون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت من الطغيان، والآن في غلو، والغلو من الطغيان، مجاوزة الحد، وجعلوا هؤلاء المشايخ من الطواغيت وعبدوهم من دون الله، ومشايخهم يدعونهم إلى هذه العبادة. والله الذي لا إله غيره، ده كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية. في ناس عندهم عاطفة، لك الصوفية مالون، صوفية دجالين، غشوك ساي تشايفون، يقول لك والله مولانا بيحفظوا قرآن. النزل عليه القرآن منه؟ مش الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وريني الكلام ده بيسموه شنو؟ الدار أقرأ لك ده، ده الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، جمع وترتيب العبد الفقير إلى لطف مولاه الجليل الجيلاني البغدادي السيد الحاج إسماعيل ابن السيد محمد سعيد القادري. الناشر شركة القدس للنشر والتوزيع، شارع جوهر الدراسة القاهرة مصر هناك، وجايب التلفون تحت عشان ما تقول كذبوا. دي القادرية أكبر طريقة في البلد دي. ناس شيخ عبد الله بتعرفه ولا بتعرفه؟ بيقفلوا الزلط ديلك، الله يقفل حليقون شت، بيقفلوا الزلط ديلك. في ناس طبعا بيرجفوا يقول لك لا الليلة جابون، انت ذاته بجيبك، اصبر شوية، انت ذاتك بجيبك، ما خايفين من اي زول والله، لانه ده دين. نسأل الله ان يرضى من فوق العرش، تاني بعد ده ليهلك جميع من في الفرش، تاني ما لهم ماله، زعلانين وقايمين قاعدين يطايبوا فيهم واحد خريج المدينة كذا، اصبر ليه ديل بجيك لهم مع شوية. ده عزموا في بيته، شربوا موية، تشربوا الحنظل شت، شربوا موية، ده بتشربوا موية، ده شوف بالله على أسبوع جديدة ما بتنفع إلا لا أسبوع، تديها منه يشربها في الدنيا، وإن أصر على شركه بعدين يشوف الحاصل قدام شنو ذاته. طيب ديل القادرية ململمين بيجاي ساول لهم طريقة، زول ما قادر يتكلم فيهم، ناس ملاوزة ما عارف الحاصل شنو، ما عارف يا أخي، يسووا ما حد، يطلعوا مية داعية إلى الشرك ودعاة التوحيد، نمشي مساجد يخنقونا يخنقونا. ليه المحاضرة تكون في بيت؟ ليه تكون في بيت؟ المساجد مالها؟ تمشي مسجد تقول الله واحد، ما تنادوا البرعي يدفروك للباب، يقولوا عصبجي، ويقولوا ديل جماعة التجريح، ويجرح كتاب وعينه للصوفي خليه، والصوفي يدعو إلى الشرك بالله تعالى وإلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. طيب أي ما شغل قدام انت قايل حد الدنيا ديل، أول شيء بتاع عند دجل قبل أجيك للشرك، صفحة 114 من الكتاب ده، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ده قال ورد اسمه ورد الظهر ويسمى حزب السريانية، هذا ماله؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أو وسلم، اللهم إنه ليس في الرياح مرة ولا في السحاب قطرة ولا في البرق لمعة ولا في الرعود زجرة ولا في العرش والكرسي شيء ولا في الملك آية إلا وهي لك أهلة، شهدت بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، رب الأرضين والسماوات، كاشف الكروب، علام الغيوب، ومخرج الحبوب. لحد هنا مش كلام واضح؟ شوف الجوباك جايك، ده بتاع الجماعة ديل، عشان ما ترجف تقول لي ليه شديد عليهم كذي، شديد عليهم ما لخبطوا دين المسلمين. طريقة قال قادرية، شباب خاشين بغادي، نساوين غلبتهم الشغلة برضو ما شاد بغادي، شابات بغادي، المجنون يودوا للجماعة ديل، ما الدار يسافر الشيخ أدعو لي شوف لي، يا زول شغلت دم جوبك. شوف الشغلة دي، قال قال ومسخر القلوب لمن كان مهجورا حتى يعود محبوبا بهبوب هبوب، تفاهم شيء؟ مش هبوب دي مفهومة؟
الكتاحة جاية ما بدت هبوب، والكتاحة جاية. قال بهبوب هبوب بلطف خفي، يا الله يا الله يا الله، بصعصع صعصع والبهاء والنور التام، بسهسهوب سهسهوب ذي العز الشامخ بطهطهوب لهوب، يا الله يا الله يا الله، حم حم كهوب كهوب الذي سخر كل شيء. تفاهم شيء؟ جيب لي صوفي اشرح لي سهسهوب دي، واشرح لي كهوب، واشرح لي طهطهوب، واشرح لي حم حم. والله ده يا اخي انت وصعصعين حم حم، نحن حمام انت ليه اختغش المسلمين كده؟ دي صفحة 114، ارجع 63 ل 65. ده للصوفية قال دار يعملوا اسبوع، بعد اسبوع ولا بعد كم يوم دار يعملوا هناك. مشيت اكبر مسجد في رفاعة، المسجد الكبير هناك، تكلمت كشفت وان الله يتقبل قبل فترة. قاموا لي أربعة من الجامعة، واحد ما بعرفه جمي وين والباقيين من الجامعة، واحد قال لي أنا دكتور بتاع إنجليزي في الجامعة، وأنا قلت لك جود مورنين، أنت جايبك لي شنو؟ أنا مالي ومالك يا زول، دكتور ما دونكي، دكتور بتاع إنجليزي، أنا ما بعرف إنجليزي لكن في حاجات معينة بعرفها. والله تانا أعمل لك شنو يعني؟ أنت دبي جنبه، جاء قال قدام داري ناقش. الثاني برضو جاء كشفته الله يتقبل. الثالث قال لنا جدي سماني، قلت له جيبن نتناظر. مشينا هناك بعدين المناظرة، قلت لهم قالوا لي ها المناظرة 200، قلت لهم من الليلة الأسبوع الجاي الليلة كذي، أنا مسافر الخميس، تاني غير يوم الخميس ده وبجي السبت، تاني أي يوم في راسكم جاهزين ما عندنا أي مشكلة. قاعد يقول لي لا نحن ماشيين نشوف ظروف الشيخ وما الشيخ ماشي. وجوت لمينا برضو في محل قالوا داري عمل مناظرة، تاع المحل قال إلا تبقوا في جماعة حتى نعمل لكم مناظرة. قلنا لا ما دارين أي جماعة، برانا كذي بس حق كتاب وسنة بفهم السلف وجاهزين لأي مناظرة. ماشي جابوا أوراق قالوا ممنوع الحديث. مشيت المسجد قام لي عمك قاعد في كرسي ما قادر يقف لله سبحانه وتعالى، جا وقف دفرني دفرني على الحيطة، وأنا يدي انفكيتها في الله يتقبل الباسطة اللي اكلتها شتي نخلصتها وخطيتها في يدي دي كان بجيه، لكن ده ما من الدين في النهاية عمك كبير. قلت لها حاجة زه زه. بعد شوية مرقنا برا الجامع، الشباب اتلموا شت قالوا دارين حلقة هنا في الشارع ده، اتكلمنا في الشارع برضو جانا قاعد يكورك، هو يا ايتو هو يا ايتو يا حاج انت صلت على المسجد لا بنيته لا جبت فيه مروحة، مسجد تلقى اسمه مسجد فاطمة يعني البنات اسمها منو؟ خلي لي لك ديل موضوع طويل، مسجد بنته اسمه فاطمة معناه بنته منو؟ فاطمة مرة، فاطمة ماتت، اجوا محمد وما بعرف عوض الكريم يعوضك الله وما بعرف ده بجاي تاج يصير يصلته. واحد يقول لك انا رئيس اللجنة، اها مالكون جيتوا تلجنوا الجامع؟ اها في شنو؟ نحن قررنا انه ما في حديث في المسجد ده الا بإذن، عندي إذن. أنت داير إذن من منو؟ من رئيس اللجنة. أعظم الله ولا رئيس اللجنة؟ أعظم ياتو الله. في بيوت أذن الله، ده بيت الله ولا بيتكم أنتو؟ فاطمة ذات ماتت، أنت جابك شنو ذاته؟ أنت كان راجل ما تبني لك مسجد بنته فاطمة، أنت ما تبنيه؟ أنت جابك شنو ذاته مسلط؟ والله الذي لا إله غيره، كلهم قاعدين في بيوت الله. قبل أيام مشينا مسجد، قال بعد الصبح الكلام لا يزيد على 3 دقائق، تقول ما مسوكين ماشيين يتسوكوا. مشينا مسجد ثاني قال لي 4 دقائق، تقول وزنه 4 دقائق، والمسائل الخلافيه ما تجيبها. تعرف الخلافيه دي شنو؟ خلافيه مش دخلت المسجد في نجاسه في ثوبك وصليت وانت ما عارفه هل صلاتك صحيحه ولا باطله. والخلافيه مش اتيممت ضربه ولا ضربتين، واليد إلى الكف نهاية إلى الرسق ولا إلى المرفق. ما الخلافية كذي؟ الخلافية الله واحد في السودان، دار تعرف الخلافية في السودان؟ الله واحد بس، والله الذي لا إله غيره. تركب البص يجيبوا عطالة محمد موسى ومين ما بعرف كوسى وكوسى، كلهم يتلملموا
شغالين. خلي سيرك دور تاك عمك ده خليه بعد شوية ده وكشه سريع سريع بالرفرف، خلينا بتاعنا الصدام ديل ده الجماعة ديل في البص شغالين. واحد شايقي والشايقية قاعدين، واحد جعلي والجعلية قاعدين، وبكر والجماعة قاعدين أهله، وديلك جت ساكتين. تقوم انت في القبائل عشان يضحكن يشتم قبائل جت ساكتين. تقوم انت عشان تدافع الله تجي اسم زول ما قبيلة كاملة اسم زول قولك ما تجيب الناس. والشايقية جندب ده اجاب الشايقية ده مشكلته معهم شنو ضحك ساي. اجيب القبائل تت عشان يضحكن ساكتين. عليك الله البصدة موش مفروض ينقلب ديل فيهم خير وكلها لخبطة. مسكوا الاعلام مسكوا غيره. عمك ذاك العجوز برضو تاع العكاز بيجاي ثلاثة بنات وبيجاي أربع أولاد، غني لنا يا زحل وهاي يا فهيمة وإنتي مصيبة. عمك ما بيخجل عديل قال لا إنتي مصيبة وبلاوي في البلد دي وكلام غنى فارغ ساي. لقيته في اللفة والألم العلي خفة. يا تعلم يا ود ولو مرة في الأسبوع نتكتك الموضوع ده يا موضوع يا قليلي ندب وما بعرف بتدقة أبو أهاليك عابين أزعل طرش يتشكى هسي دماغ اللي تذب. وديل يصبروا لهم السفة هديل يصبروا لهم. نحن نقول الله واحد ما تنادوا الشيوخ يزعلوا عليك الله دي أمة تمشي لقدام. وشيوخ ملخبتنا صفحة 60 62 ل 65 ده جاب بلاوي. ديل بيخرجوا ما حد 100 طالب يخشوا الغرة. لو أي طالب خش غرية 100 غرية علمونا الشرك وين دعات التوحيد. 100 غرية علمونا الشرك بالله تعالى والناس ساكتة. أي محل تمش تلقى 2 أبو دجن بين المغرب والعشاء بيشربوا في شاي وبيضحكوا أعرف الشغلة دي منتهية. تضحك في الأرض والله غضبان في السماء يا أخي. تضحك هنا يا أخي والله غضبوه سبحانه وتعالى. شرك وبدع وضلالات وما يرضوه. أسمع البلاوي دي. قال شهدت بأن الله والي الولايتي وقد من بالتصريف في كل حالتي. سقاني ربي من كؤوس شرابه وأسكرني حقا فهمت بسكرتي. وملكني جمع الجنان وما حوت وكل ملوك العالمين رعيتي. وفي حاننا فادخل ترى الكأس دائرا وما شرب العشاق إلا بقيتي. ومشى مشى 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 لحد ما قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي. وأعلم علم الله وأحصي حروفه. علم الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني شنو علما. الله قال وما أوتيتم من العلم إلا شنو قليلا. قال له علمك ما لم تكن تعلم. قال وأعلم علم الله مش قليلة أحصي حروفه حرف حرف. وأعلم علم الله أحصي حروفه. وأعلم موج البحر كم هو موجتي. ولي نشأة في الحب من قبل آدم وسري سرى في الكون من قبل نشأتي. وسري في العليا بنور محمد فكنا بسر الله قبل النبوة. ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي. قال بلاد الله جد ملكة شرقا ومغربا. داك تاع الختمية قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا. نار الخليل خبت من سر تفلتنا. ونار موسى أضاءت من محاسننا. والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا. أيوب لما دعانا. أيوب دعا الختمية ولا دعا الله؟ وأيوب إذ نادى ربه
قال أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. قال نشرب الليلة الصوفي يشرب ما يروى والله هناك هنا الليلة أسبوع هناك شفت هذه غنابل من هنا تفجر الأسبوع ده تنتهي منه جد والله الذي لا إله غيره. طيب الكرسي ده أنا جافك مردوم هنا الشغلة دي كده كويسة أبو الحسن قال لك السيليكون هو ما شايفه طبعا أبو الحسن عنده قصة ظريفة هو ما بيزعل من كلامي إذا ما تتحسسوا ناقش له واحد سب عائشة رضي الله عنها لواحد من الصحابة في الحافلة وطبعا هو ما شايفه لكن جزاه الله خير أول شيء هبش رقبته ما شايفه هبش بعد لقى رقبته ما لا يده والله يتقبل بعد أول شيء عشان ما يديها للمساعد ولا السواق استلم الرقبة أول شيء وأداها له تل جزاه الله خير والجماعة طبعا أكلوها زاي. طيب قال لا بيجاي بغرق أخير لي فوق كذي. طيب قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي وقالوا فأنت القطب قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل ساعتي. عليكم الله جماعة ركزوا في الكلام ذا شوفوا لو زول دار يكفر بالله أكبر أنواع الكفر هل بيقدر يزيد من الكلام ذا بس تركزوا فيه نحن ما تكفيرين ولا دواعش ضد الدواعش وضد التكفيرين والله يدقونا ما قاعدين ندق وما غالبنا في العزيبة دي مرة أتكلم في المسجد ده جاني واحد عمك ما ذا رجيب اسمه ما سكني من دقني دي كان عند ركن حلقة في الجامعة ما سكني من الدقن قال لي يا سفيه دق لي راسي بالمنبر وجراء أنا قلت اتقطعت شفتها جراء شديد قلت اتقطعت بقيت شايل هم بكرة الجامعة دي أخشها كيف ولا أشوف لي شال ألف الشغلة دي كيف بعد فكاء طبعا نملت قال اتقطعت هبشت لقيتها قاعدة قلت الحمد لله أديت رقعتين وقلت الله يهديه ويتجاوز عنه لياسي والله ما دعيت له بشر والله يهديه لأنه جاهل في النهاية لكن احنا مشكلتنا مع عادل اللي بيصلوا للناس الضلال والشرك بالله تعالى. طيب قال وناظر ما في اللوح من كل آية وما قد رأيت من شهود بمقلتي فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة وقالوا يا هذا تركت صلاتك الشيخ تقول تصلي معانا ليه ولم يعلموا أني أصلي بمكتي يعني خطوة في البلد وخطوة وين في مكة أيوة دار لترزي قدر شاحنة ذاته. طيب قال ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرضي وسنتي ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي مريدي لك البشرى تكون على الوفا إذا كنت في هم أغثك بهمتي أغثك بهمتي. الله قال في القرآن إذ تستغيثون منه رب أنت عارف ديل معاون منه بيستغيثوا ديل معاون الرسول عليه الصلاة والسلام ده قال أنا بغيثك والرسول بيستغيث الله سبحانه وتعالى ولما استغاث ما قال يا نوح عليه السلام الحقنا إذ تستغيثون منه ربكم المغيث سبحانه وتعالى العظيم المجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سورة النمل في سورة الأنعام قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه
لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يا الحسن من المحن ويا بدر من الفقر والفلع لفون الأسرع من التلفون ويا بقرون من العيون ويا أبو العباس من عيون الناس ويا أبشرة إن شاء الله راجل مرة شوف الشغلة دي خايبة كيف ويا أبشام ورا وقدام والله. وفي النهاية يا ود حسونة من المدفونة الدفن من ذاته ودفنوا شنو ذاته دفنوهن وداري مرقوة ما تمرقة زايتة دفنت شنو انت ذاتك بتاع اللخبطة ولف ودوران. طيب قال مريدي تمسك بي ما بي الله ولا بالحق مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي. وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. تلقاني قدام في الميزان. في الميزان انت فتش نجاة نفسك أول شيء. كل نفس بما كسبت رهينة وكل إنسان ألزمناه شنو طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أفرأيت من تولى أفرأيت الذي تولى سورة النجم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. الصحف دي فيها شنو ألا تزر وازرة وزر أخرى بس لا وأن ليس للإنسان إلا شنو إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا إلى آخر الآيات. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء شنو فعليها. قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا. قال نبيين ولا قال صالحين؟ صالحين. ديل ما بيفهموا ماسكين في الصالحين. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نادي ما بتفهم القرآن؟ ما بتقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى من الأمة دي الطريقة القادرية بتاعت ناصر عبد الله وخليفته ده برضو ده الناس ده محمد ولا عبد الله غاشين الناس باسم الدين. وأنا ما خايف من أي زول أفتح بلاغ شرطة أي شيء. ذاته عندنا كم جزء كذي طولنا ما راجعناه نخش السجن نراجع وتفسير السعدي قاعد أمورنا واضحة ما في شيء. والله ما عندنا أي مشكلة في السجن ذاته. في ناس سكارة وفي ناس حرامية وكذي ما بنلم فيهم في المساجد. دخلنا لهم ذاته نشوف الحاصل جوا يبقينا حرامية زيهم لا يبقوا سلفيين زينا. والله نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق. كل مجار ما ياخذ اسم الدين ولف دوران غاشين المسلمين. يا أخي داسي زول ساوي لكم ليه؟ صالح أصلح هو ولا أبو هريرة؟ أصلح هو ولا ابن مسعود؟ ابن مسعود ماشي في الطريق جو ناس مشوا معاه قال أيها الناس انفضوا اذهبوا فإنه ذلة للتابع. ده ذلة بتذل نفسك انت ماشي معاي ليه؟ وده ابن مسعود رضي الله عنه سووا لهم طريقة. أي صوفي غلبته ركب ركشة السلك بتاع الكلتش اتقطع
صلحوا بتاع البنص اتقطع، كربوريتر بنزينه كاب بزاي ما قادر يضبط الشغله، غلبته الركشه قال خلوها، اشتغل طلبه الباغه وقعت منه غلبته، فكر كذي قال اخير اجيب لي شوال بتاع دقيق، سوي لي زلابيه وسوي لي مديده وشاي لبن، سوى وفتح بابه الكبير، الجماعه ضربوا الزلابيه بالمديده، قال والله الزول ده طريقته جميله جدا، طريقته جميله ولا مديدته جميله؟ وده طريقته جنوداته. بعد يومين ثلاثه سوى له علم، بعد يومين ثلاثه النساوين جو، المراه طبعا موهومه، عندي وجع راس ما عندها اي شيء بس شعرها ما سرحته، الشيخ يخط يده في راسه، عليم ربه الراس برا ولا المهم غايته يخط يده في راس، بعد شويه الهوس بزح ما اوهام ساي، تمشي تقول والله وجع الراس راح بسبب الشيخ، تاني تجل بعده الدكان فتح خلاص، بعد شويه الشغله تكبر، بعد شويه من اخر الدنيا اوك ده بعالج وجع الراس، هو بنادول بعالج وجع الراس شنو يعني؟ كلها لخبطه باسم الدين، والله الذي لا اله غيره ما عندهم شيء، ما عنده اي شيء، زولته مش له في وضع، قاعد عنده بخور وسبح، يأذن الاذان تمشي تصلي في المسجد، هو صلى في محله، أصلى في محله بكم درجة؟ واحدة، وفي المسجد بكم درجة؟ 27، أبو 27 يجي لي واحدة يا جماعة، حسي نازل فاهمين شيء؟ الزول يلقى ولده الشافع الصغير يسيف في التراب من الصباح ماشي الشغل، يلقى ولده يسيف في التراب، يقول يا ولد كاكا كاكا خلي التراب، الولد يكبر يلقى أبوه جنب القبة بيسيف في التراب، هسي ده يقول له ابو شنو يعني كاكا برضه؟ ده ابو ده بسيف في التراب ماله؟ ناس غريبين، زول عمره 20 30 سنة اجروا وراه ناس عمرهم 70 سنة، 70 سنة اجروا وراه سلموا له في يده، يا اخي ابن ابي قحافة اللي هو ابو بكر الصديق، لما آمن ابو قحافة اللي هو اسمه عثمان وهو والد ابي بكر الصديق، وقرأ الصديق عبد الله ابن عثمان، لما أسلم أبوه شيبة جابوا سائقه للرسول عليه الصلاة والسلام، من دخل عليه قال لي يا رسول الله أسلم أبي، قال هلا هل أخبرتني فأتيته، زوج شيبة كان تورينا جيه في البيت، ده الرسول عليه الصلاة والسلام، ده زول شاب يمين يده، زول بلد أبوه يبوس له يده وقاعد، ده الادب بتاع الصوفيه، ده الدين ودي الاخلاق، والمراه يخط يده فوق ليها، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول عند الطبراني والبيهقي والذهبي وفي صحيح الجامع للالباني من روايه معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يخط يده فيها وما معروف وعليم ربه، لخبة ثقيلة جدا. طيب قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي، وأنا كنت مع راعي الذبيح فداءه، ده منه مش اسماعيل عليه السلام آية، وما نزل الكبشان إلا بفتوى، كذب أسمع لقدام، ومن الأمة دي الودا زمن يعقوب شنو الودا وشنو أسمع لسه، قال أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأقعدته الفردوس أحسن جنتي، أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي، أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي، أيوب ما بقى كويس إلا بشنو؟ بدعوتي. الكلام ده يا جماعة مناقض القرآن، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا
وذكرى للعابدين. لسه أزور الشغلة دي طريقة في رفاعة قاعدة، مش عارفين النوبة قافلين المرور وقافلين البلد جت، لا مرور يمش لا عربية تمش لا ايش، ونوبة للصبح. انا اتكلمت اردد على السرورية والتكفيريين 50 دقيقة. كش جمين ابوه كان مي كان حي الله يرحمه ابوه، جمين هناك ججاري قال لي انا جيتك من ابوي، اقفل الميكروفون رد على السرورية 50 دقيقة، اقفل الميكروفون ونوبة ازعاج للصبح، وبعد الصبح وقافلين الطريق، وده ديني وده ديل شيوخ، دي الطريقة القادرية هذه، ده كتاب. اسمع قال انا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا، واعطيت داوودا حلاوة نغمتي، انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، انا العاشق المعشوق في كل مضمر، انا السامع المسموع في كل نعمتي، انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا، وانما اتى الاذن حتى يعرفون حقيقتي. عرفتوا حقيقته ولا ما عرفتوا؟ دي الطريقة القادرية، ديل بيجمع ديل الختمية، ديل شيخ هنا مشيت مسجده اتكلمته، لما فيني واحد بتاع قماش جنب المسجد ما بتتكلم وتتكلم هوك، ردمت الله يتقبل، ردمت وفي النهاية مرقت منهم، اديتهم اسباب الحسرة وقعوا فيها عليم ربهم، الله مرقهم منا عليم ربهم، مرقت اتخارجت منهم. ده تاع الختمية قاعدين هنا في رفاعة، في رفاعة برضو هنا برضو في ختمية، جوب البلاوي دي. قال كتاب فيوض البحور المتلاطمة، تأليف إمام العلماء الراسخين وواسطة عقد أو عقد الأولياء المقربين سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني الملقب بالختم، شيخ الطريقة الختمية، أمدنا الله بفائض إمداداته وغمرنا بهاطل بركاته في الدنيا والآخرة، يطلب من تاج السرع للشيخ أم درمان السودان، الطبعة الأخيرة 1420 1999. طيب قال أنا السطوحي واسمي أحمد البدوي تبا له، فحل الرجال إمام القوم في الحرم، مشى مشى مشى، قال إذا دعاني مريدي وهو في لجج في قاب بحر، إذا دعاني مريدي وهو في لجج في قاع بحر نجا من ساحة العدم، مشى مشى هناك. ده كمان ده العيدروس، ده عنده كرامات، جابوا لنا كرامتين لحد ما قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها، صفحة 92 93، ده بتاع الختمية. أنا عرشها والكرسي، يا مسلمون أفهموا الكلام ده عشان ما تبقى ختمي. ده أرتست شفت لو بردان في الدنيا دي، بردان جدا، دار تخش جهنم تسخن هناك في الدنيا دي، دار تخش وسريع مستعجل أبقى ختمي، لو دار مستعجل سريع مش دار يوقفوك مسافة وكذا وناي أبقى ختمي، قادر تجاني غيره، والله الذي لا إله غيره، رضي من رضي وغضب من غضب. ده ما طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ده طريق الرسول، ده طريقه ما طريقه. الدليل على انه ما في طريقه بخش النار شنو؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، قال ابن كثير نزين له طريقته ونحسنها، يمشي بالليل جاري لا لوبة كر 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 ويبكي وقلبه منشرح للباطل، دين وله ما تولى يسمى في الشريعة، متكيف قال نفسه زاهد وخلاص، وأنا قمت بالليل وأنا ما قادر أنوم وأنا شنو ما بعرف الفتة متوم بطريقتك، وكل الفتة وشيت حيلك لقدام،
قال أنا عرشها والكرسي يا أمة، أنا للسماء بانيها. دي فرعون ما قاله، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن كذبة قدر دي ما جابه، لأنه في النهاية بيوزينه شوية، وإن كان ديك ما وزنه شتره، قال أنا ربكم الأعلى، لكن ما قال أنا بنيت السماء. إبليس ما قال أنا بنيت السماء. واحد في العزبة، تعرف العقائد الوسخة الباطلة، واحد في العزبة اسمه عبد الرحيم، اللي قال له واحد من الجماعة ديل، قال له يا زول الله بنى السماء، قال بناه، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ وشنو بناها؟ ده الله. وشيخك قال بنى السماء، البنايات مش مفروض يقول بنى الله؟ قال لي بنوها سوا. قال لي هسي ده فاهم شي عليك الله؟ أكل دغمة لما الدغم فوق بقى مدغم، وعليم ربه أكل ما أكل بطريقته، لكن قال بنوها سوا. قال أتحدى الصوفية من هنا ليه جبال بني شنقول اتلموا يسووا سقالة بس السماء دي بناء الله؟ كلكم مش مقتنعين؟ أتحدى الصوفية يدوا أجير بس، أدي أجير بس، تقدر يا صوفي؟ أقول لك شيء حصيله بس أهابيشة كدي بس أهابيشة زي المروحة بس أهابيشة تقدر؟ يا أخبانو قبة بركة في الشيخ، بركة عديد رب كدي إسماعيل جابها في الجريدة، نازل يا ذول تعبانين شغلتهم جايطة، قال بنى السماء وزاته لما يكذب ما بيوزنوها. يا اخ كان تشاور المريد يقول لك لا الشغله دي كبيره شويه، سمع عديل كذي بنيتها. طيب جاب لا في الكتاب ده ذاته جاب كرامتين. كرامه الاولى قال ذبح راس بعض تلامذتي، التلميذ جاي يدرس معاه وجاء داري يقرب منه، لما في راسه كر شاله برا. تقول لي نحن دواعش نحن ذبحنا منه؟ أنا والله خروف ما بعرف أطبحه، بجيب أخوي ده وينه بيجي بيطبح أموره ما جيها يطبح وأنا أكل في فتفت ما بيجي. تقول لي يا أخي نحن منضبح؟ ضبحتوا الناس وإنتوا داعش بعد شوية بتفجرونا. يا زول فجرونا وين يا أخي؟ فجروك وين يا زول؟ نحن جايين والله داري لك الخير، نفجرك وين؟ إدونا كفة جاي. مرة مشيت مسجد إدونا بنية طشيت شبكة بيورا، بقيت بفتش ليه صاحبي زي في الظلمة، في ناس سكونا، مرقنا برا في عمك كبير جاري ورانا، الشباب قالوا يا حاج ده المالون، قالوا والله حرامية حرامية ما سرقنا اي شيء. وزي الثاني الدوني بنيا نفسكتهم، يا قلت الحاسد شنو شرطوا القميص بتاع الزرار بتاع القميص، ويقول لك انتوا بتدقوا؟ ما دقينا يا مسلم، بدقونا نحن مساكين ساية. تي يا اخت تقول لي بتدقوا الناس؟ ده ضبح المريد كرر ضبحه، بعد ضبحه قال فقال لرأسه عد كما كنت، قال فعاد كما كان. شاكي يسموه عبد الله العيد دروس، بعيد الرأس برجعه زي ما كان. ده ما قرأ سورة ياسين؟ الله قال في سورة ياسين سبحانه وتعالى، شباب ده الجد يمكن حافظينها، قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم شنو؟ لا يرجعون. مادة تانية رجع إلا وين؟ في الآخرة. الكرامة الثانية دي كمان تضحك المرة المات في الأسري، جابوا لها الكرامة دي. بس لو عندك مرة مات زول لها عزيز، بس قبل ما تبكي عليه ما ولا بتبكي قول لها اسمعي كذا أقري دي بتقراب، تديها ضحكة طوالي، أديها كوباية جبنة وأمورها بتوضح ونسيها الطفل بس ما في شيء. قال الشيخ في الكتاب ده قال دخل اليمن، فدخل عدن، عدن في اليمن، فقال يا سماء أمطري لبن فإني في عدن، أمطري لبنا فإني في عدن، فأمطرت لبنا كر جابته لبن. والله ما أعرفه لبن غنم بقر عليم ربه، قال لبن جابت لبن كر. يعني تخيل تماشي في الشارع تلقى جمادة في رقبتك، ما ترى بتاعت لبن؟ يا ناس دي صوفية في مطر بتاعت لبن؟ شوف الكذب ده على الله سبحانه وتعالى وعلى الرسل. عشان كده الخنجر ده الليلة الصبح كنا في بلاد هناك محلات هناك في الدويم، الليلة الصبح الله يتقبل، ردمنا مرقنا بعد الصبح قبل نصل بلدنا في القطينة، بس في الطريق اتصلوا قال لي مناظرة، قلت لي جاهزين؟
قال لي حدد، قلت له بنجي الاسبوع الجاي بعد الجاي ده اسبوعين بس جاهزين ما عندك اي مشكله. لا والمناظره في الاسلام، قلت له تمام. واسماء الله وصفاته، قلت له 100%. والتوحيد كويس جدا، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا اي مشكله. تاني في شنو؟ قفل الخط وبقى مارك، لا لميت في تاني ولا. وبنمشي بعد اسبوعين ان شاء الله نتم معاون هناك. ده خنجر ده بتاع النيل الابيض بدرس كلية الطب جامعة ام درمان، بدرسهم تفسير. قال عندنا في السودان الشيوخ بينزلوا المطر، والمطر بحسب الطلب، عجبك عجبك، ما عجبك مش هفتح بلاغ في الشرطة. قال يجيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، أهابي تسأل الله وما بيديك. قال أرضين سرابتين، تعرف الصوفية ديل قال احنا ما قاعدين نظلمهم ساي، نازل والله أفسدوا غشوك ساي، انت شايفه كده لابس له طرحة وعامل فيها مسكين وسمت وكذا وكذا، جيبنا لنا احنا، نحن انتي فايروس صوفية بس مما نخش كده، الصوفي الفايروس بتاعه طوالي بمرق. هو الوهابي جه انا ضفدعة، انت مالك خايف؟ ده الخنجر على حسب الطلب، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فهمتوا كلامه الأخير ده؟ بشرحه لك أنا. قال حواشتين، قال مش يا شيخ حامد، شيخ حامد ده طبعا لموا فينا فيهم ثلاثة بقت له ستة، من ثلاثة بقت له ستة الله يتقبل، طفش تاني ما جاء الله يتقبل، تلاهم ثلاثة ناس فيهم خير لكن طفش تاني الحمد لله، يتناظر ويتكسر هنا. مشى هناك محل الذهب لحقناه برضه ردموه الله يتقبل أخوانا. بعد انتهى تعلمنا وقفها في نصها، تعلم قال امشوا المسجد الكبير هنا ما عندنا قوة، مسجد الكبير هناك عندنا قوة وان شاء الله تواصلوا المناظرة. مزمل وشهاب وبعض اخواننا ركبوا باشوا بجنبه على العربية خلاص وقفون مهم داير يركبوا. انا مشيت لي حامد، قلت له يا حامد نتمشي هناك المسجد الكبير شغل هناك. قال لي يا حلبي زح مني، انا ما داير كلام معك يا حلبي، قال امشي من نامش. والله غلبته الشغله مره واحده. ده قال حواشتين، ده الخنجر بينات سرابا وتقنت، فيهطل المطر منها هنا ولا يهطل منها هنا. السبب ديل دفعوا البياض، يعني ديل بتجيهم مطر لانهم شنو؟ دفعوا البياض. يا جماعه كذا خلوا الايات هسه، الكفار ديل عندهم مطر ولا ما عندهم؟ بيت اللي جا هناك بالتلج، ما شفتهم بيلعبوا بالشغله بتجرديك كذي بالعكاز ديك، ما شفتهم؟ بالتلج ديلك بيدفعوا بياض، ذاك لا بعرفوا بياض وبياض، نحن ما عندنا في الدين. خلي ديلك كفار عديل، الله بنزل لهم مطر. يا اخي الله قال في القران افرايتم الماء الذي تشربون، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن شنو؟ المنزلون. والخنجر ده دعوه هنا دي، دعوه في رفاعة هنا الاسبوع القبلي ده، القبلي ده القبلي قريتها في الاعلان، قال جايبين صلاح الدين بدأ والخنجر ده تجيبوا اعمل شنو يا اخي؟ زول صادم صريح القران يا اخي، مطر ما عارف اللي بينزله من الياسي ده، ده دكتور ذاته كيف ده البليد ده؟ والله الذي لا اله غيره كلها لخبطه باسم الدين. صوفيه ده المجانين، شفت دار تبقى مجنون ابقى صوفي بس، تبقى درويش شايل لك ابريك زي اللوري الهوستين ماشي. هسي البلد دي محتاجه ابريك، مواسير شغاله، بلد كلها مواسير الا من رحم الله، دار لها ابريك ذاته ومفلفله مفلفل شعره ولابس خدر مرقع، جلابيه جديده في داعي يرقعوها مرقع بجنبه
وماشي حفيان تحت خرائط في كراع وتسوي فيه معمل بتاع كيمياء، شفته في كراع الصوفي تحت كلها لخبطه اخبص ما الدين والله الذي لا اله غيره، وتقول لك ده اهل الله، اهل الله الوسخان ده، تقول له ده بيبقى لك شنو؟ يقول لك لا ده الوسخان ساي وحال الله وسخان، وانت ما بيبقى لك، انت مالك يا ذل تلعب بدين الله سبحانه وتعالى. طيب ده بتاع الختميه برضو، النور البراق في مدح النبي المصداق، دي كتب. والان دارين اعملوا اسبوع بتطري شكل الاسبوع ده، شفته تمشي يتكلم هناك يقول لك اعدانا في البلد دي جابون سووا محاضرات، قالوا اعدانا في البلد دي اثنين، الوهابيه والحكومه، طبعا ده خروج، لكن قال الوهابيه والحكومه، نحن نجي نكشفهم يقول لك الجماعه دي بيتكلموا في الناس، والوهابيه ده شنو يا مسلم؟ اذا كان انت من الدراويش واذا كان من الفوق ديلك معقوله يا مسلم؟ تتكلم فينا نحن نجي نتكلم تكورك؟ امس بالعشاء في الديوان ذاته منطقه قدام صوفي واحد من اخواننا الموجودين هنا دي اسمه الشازل، ان احنا دخلنا مساجد توزعنا، دخل المسجد لما في صوفي شبعان كده ما اكل ما عارف عليهم ربه بس شايل له عكاز، جاء قال له جاء رد على اخينا ده، واخونا جزاه الله خير اداونا ايات وحديث بين لنا التوحيد، قام اخونا قال له بعد العشاء في مناظره، مشى جاب كتب ورصاه، نحن مشينا بجلابيتنا بس وطاقيه ما قام في عمازاته، خدتنا في العربيه، المهم قلت قال لي يا اخ في مناظره، قلت لك كويس، اديت رقعتين وسالت الله ومشيت، جينا للمناظره ما شافنا كذي الزول شايل عكازه وفي جامعه ونص اهله وتخين، كان قال لي كذي يمكن يوصلني رفاعة ذاته، شبعان ارجف خايف، في النهايه بعد تم كلامه والكتب قدامه، بعد ذاك انا قمت قلت ارد عليه، جوط الجامع ده اصله ما بترد، قال لي قلت له انت كنت حافظ هو شيء، انت قريت ثلاث ايات، الثلاث ايات غلطت فيها، جبت له الايه الاولى كورك، الثانيه قلت له غلطت في كذي نطقتها كذي، والايه دي في الموضع الفلاني من القران في السوره الفلانيه وصحيح فيها كذا كورك، الثالثه جيته قلت له لخبطتها، الايه الاولى في سوره السجده خواض ده حاضر الكلام، والثانيه في سوره البقره لخبطتها، والثالثه في سوره النساء لخبطتها، جبت له اللخبطه بتاعته والنص بتاع القران، كان كورك لما بتتكلموا هنا اوك جوطوها كذا يا زول وشغلوا تدفر، مرقونا برا النسوان قالوا الا لعنه الله عليكم، قال لي يا اخي معقول يا جماعه دي امه تمشي لقدام؟ كلام باطل وهوس ولف دوران والله الذي لا اله غيره، عاملين فيها يتكلم في الناس وذات امس، وقال محمد عبد الوهاب قال ابن عثيمين وقال فلان، وقال ما دارين نجيب اسم زول وجاب ديل، تقوم انت عشان ترد يشاكلك يضربك الصوفي، ما درويش لغه فرعون، فرعون قال ذروني اقتل موسى، ما عنده حجه شغل بتاع قوه بس، والى الله المشتكى. النور البراق قال تاليف ختم اهل العرفان سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني المكي، مشى مشى عليك الله، شوف الكلام ده، الكتاب ده صفحه 124 125 بقرا لك بس جزء من الابيات، والكلام يطول لانه عندي رسائل ثانيه دار اوجهها ان شاء الله تعالى ما بنسى الليله. طيب قال هذه القصيده الشطحيه، القران من اوله لاخره لاقاكم شطح، تباري الصوفيه ده عندهم شطح ونطح وبلاوي، قال قالها الخليفه احمد ابن ادريس رحمه الله على لسان استاذه العارف بالله تعالى سيدي السيد محمد الحسن المرغني رضي الله عنه، اسمع الكلام، قال رضوانه الاكبر الذاتي ورحمته عليه منه بإبكار وآصال، الحمد لله وهو المنعم الوالي ما ترجمت بعض حالي ألسن القالي، قدم المفعول على الفاعل، قال أنا، شوف الصوفي بيقول شنو، قال أنا الإمام المبين العالم العلم
العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي السيد السند الطود الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي. أسمع لسا، ما زلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبدا في كل أحوالي، مراقبا ذاته في كل مرتقب حتى ظفرت بما راغبت في بالي، فكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي، فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي، فكل فضل سما في الكون مرتفعا فإنما هو من مني وإفضالي، وكل علم لدني حوته قلوب الراسخين فرشح فاض من حالي، وكل غوث به دان الوجود له أعرته خلعة من سندس القالي، وكل فرد على في الله مشهده وهبته شعرة من نور تمثالي. يلا شوفوا عاد جاب دراب كيف، شوف الكلام اللي قاله، قال شنو؟ قال أنا الوجود الذي قام الوجود به حقا وخلقا بتردادي وترحالي، أنا الصراط القويم المعطى مني كلا الوجهين حقهما من غير إخلالي. مشى 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 لحد ما في النهاية قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام أو المرام بلا ريب وإشكال، أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. كل الغيب قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. شكل المرة راحت منها ذهبات، ما شاء أبويا الشيخ القلية الذهبات، بعد شوية راحت منها غنماية، ما شاء أبويا الشيخ القلية الغنماية، غنماية بتاع شنو أصل غنماية دي؟ راحت يا بعرفة راعي يا تيس، صح ولا ما صح؟ غنماية راحت دي بعرفة منه، ولا تكون عندها سخلة جديدة بتفتش لها دارة ترضع، اختار الشغلة دي ما واضحة والموضوع ده ما طويل، والله الذي لا إله غيره. بعد شوية الشيخ يعمل له حركتين يقول له غنمايتك في الكوشة، وتمشي الكوشة تلقى الغنماية، والله والغنماية أصلا لما أنت روح بتمشي وين؟ تمشي الكوشة في غنماية يكفت في الطرمة يكبوا لها بنزين، ما أصيلها بتمشي وين؟ مش الكوشة، تمشي الكوشة تلقى الغنماية تلحس في المربى مدتها منتهية. تعالي والله الشيخ ما قصر، الشيخ ما قصر، الشيخ بتاع غنم ذاته ماله، وكلام كثير وطويل وإلى الله المشتكى. ده بيجمع الكتاب ده النصرة العلمية ده والله جايبين فيه دراب ما يعلم به إلا الله تعالى. قال واحد اسمه عبد الرحيم المغربي، جابه من الطبقات الكبرى من ده، قال ده قاعد في الحلقة فنزل شبح من السماء في هذه الرواية، وفي هذه الرواية قال فنزل شيخ من السماء، قال ثم صعد. أسمع القصة دي كويس، تعرف الصوفية ديل مخرفين وغشوا المسلمين، والله الذي لا إله غيره، ما في شيخ بيعلم غيب. الله قال في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولو مشيت لي دجال قلت له شوف ليه رايحة وين، انت فارقت الملة. الكلام ده قاله منه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. راحت يا خسر الله يرجع لك وافتح بلاغ، ديل بيمشوا بشمي بيجيبوها بيجاي بيشوفوها بيلقوها لك، ما لقوها تعوض الله بتلقاه في الآخر، ولا ما بتلقاه تلقاه تاني مالك شنو شيخ ويجيب لي الرايحة وكالة مبا يا أخي يجيبوا للشيخ، الشيخ بيجاي. قبل أيام جابوا في الجريدة الشيخ عربيته سرقوها ما عرفها وين ذاته، ده بجيب في الغنم ما قادر يجيب العربات دي طاشة شبكة ولا جنو، دي ما بتخش في الشغلة بتاعتك، عربيته راحت سرقوها والله الذي لا إله غيره. واحد في ود الفادني سمعته أيام كنت في ود الفادني 2007 سمعته بيتكلم، قال واحد مشى مع صاحبه، صاحبه عقيدته منحرفة
ما جاء عنده عقيدة في الشيخ، مين بلده؟ يا الشيخ الحقنا والشيخ أفزعنا وسوي لنا. ساق صاحبه مشى معه، ساق صاحبه ده، صاحبه ده زول مفتح كده، لكن المهم زول عقيدته تمام، لكن البوضي دار سمكرة بسيطة، زول أخونا عوضنا الله. فالمهم مشى معه، بعدين مسكين مشى معه الشيخ، سمعه بقى تقيل ده العقيدته فيه، يقول لها الشيخ أمي دي أدعو لها ولا شو كلمة زي، يقول لها الكديسة، قلت لها الكديسة ما له، يقول لها الشيخ قلت لك كذي. صاحبه ده قال لي أذول زولك ده التجمع ما سامعك، تناديه من البلد ديك تأذول بتفهم كيف؟ قال وجنبك تكورك ليه وأمي يقول لك الكديسة ده في آخر الدنيا تناديه؟ ده فهم شنو يا جماعة؟ والله الذي لا إله غيره، زول تناديه نص الليل عربية دار تنقلب، هو يشخر نايم، ولا تنادي الله اللي قال عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة يعني نعاس، لا بنعس لا بنوم، سبحانه وتعالى كل هوس ولخبطة. ده قال في النصرة العلمية، عبد الرحيم ده قاعد في الحلقة في شبح نزل، في رواية شيخ قال ثم صعد فقال الحاضرون يا شيخ ما هذا الشبح أو الشيخ؟ قال هذا ملك من ملائكة السماء وقعت منه هفوة، غلط لغلطة صغيرة، فجاء يستشفع بنا إلى ربه فشفعنا له عند الله فقبل الله شفاعتنا فيه. الملك قال غلط، جاء الشيخ قال ليه الشيخ، الملك ذاته طلعوه مع الشيخ قال له الشيخ أنا غلطة أشفع لي عند الله. قال له يا الله الزول له عشان أنا أرجعه. قال بعد شوية رجعوه، والله الذي لا إله غيره. عشان كذا هنا كاتبيننا كاتبين، لا دقيقة، توسل عديل كذي، لا بالنص كاتبين استشفاع، أيوة تشفع الملائكة بصالحي الإنس، صفحة 341، تشفع الملائكة بصالحي الإنس. في ملك بيجي للإنس بيقول لا أشفع عليه؟ ده كلام شكيف في الكتاب ده جايبين. قال الشيخ عبد القادر الملائكة عندهم شيوخ، كاتبها في الكتاب ده هنا، قال الملائكة عندهم شيوخ والجن عندهم شيوخ والإنس عندهم شيوخ وأنا شيخ الكل. الزول ما شخشخة مرة واحدة، والله قال الملائكة عندهم شيوخ والجن عندهم شيوخ وأنا شيخ الكل. بعد ده يقول لك ما أتكلم في الناس، بعد شغلته دي في الكتاب ده طبقات الكبرى الشعراني كل هوس. الله قال في القرآن عن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قال تعالى عنهم في سورة التحريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال عنهم في سورة الأنبياء لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، قال عنهم في سورة النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أخي تلعب بالملائكة يا أخي؟ معقولة يا أخي؟ الطبقات الكبرى الشعراني ده مدح البرعي تاع الشيخ ده، وطبعا جو واحدين صوفية جداد قالوا الكتاب ده محرف وخالي ليه وكت محرف، قال دسوا فيه حاجات وليه اللي ينقلوا منه؟ إذا دسوا منه بتنقل منه ليه؟ ينقل الشي ذاته الباطل. واحد مترجم ليه اسمه محمد الفرغلي، أنا أغايته أنا على يقين والله أعلم والله أعلم إنه أي زول يقرأ كتب الصوفية دي ودائر الحق والله بيتركون، والله الذي لا إله غيره. قال شيخ اسمه محمد الفرغلي قال من الكرامات، ذكر له ذكر ترجمته، قال وخطف التمساح بنت مخيمر النقيب، قال فجاء إلى الشيخ وهو يبكي فقال له يا شيخ التمساح خطف ابنتي. بنته الوداء البحر شنو ذاته؟ ده مش سؤال، بنته مشت راس السنة ولا مشت مالها ذاته البحر الوداء شنو؟ قال خطف التمساح، قال فجاء إلى الشيخ وهو يبكي
قال يا شيخ التمساح خطف ابنتي. قال فقال له الشيخ محمد الفرغلي اذهب إلى البحر ونادي بأعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغلي. فذهب إلى البحر فقال يا تمساح تعال كلم الفرغلي. فخرج التمساح كالمركب. في تمساح بيعرف الفرغلي؟ التمساح هذا مش الزول بيعمل حسابه. أنا والله ما لقيت لي حلاوة اسمها حلاوة التمساح. يا كبريتة التمساح تحرق، يا موس التمساح، ده التجار قاعدين، موس التمساح أقوى أنواع الأمواس، من أقوى الأنواع. يا تمساح في الدلالة بتاع عربات، والله لقاك تمساح فيه خير في التماسيح الفوق دي، خليك جوا ديلك. طيب قال والتمساح ذاته عرف بيت الزول ده كيف كان، ما زميله الزول اللي عرف بيته كيف. قال فخرج التمساح من البحر كالمركب والخلق عن يمينه وشماله جارية حتى وقف ببيت الشيخ. والله مكتوبة كده، لحد ما وقف جنب بيت الشيخ جنب الباب، تمساح بعرف الشيخ هاي. قال فقال له، فخرج الشيخ ومعه الحداد فأمر الحداد بقلع جميع أسناني. قال الحداد كسر أسنان التمساح ده، والتمساح فاتح خشمه داق عليم ربه جاب لاجنة وشاكوش شغال، افتح خشمك يا تمساح لا بنج ولا ايش. كشلوا والتمساح الدرويش الصوفي قاعد ساي، تمساح ذاته عليم ربه معاون، والله متفقين النازل ولا الحاصل شنو. قال انا ما ضحكني دي، انت عارف نهاية القصة ضحكتني مرة واحدة. قال ثم امره بلفظها، قال لا طرشة. قال فخرجت حية مدهوشة. قالت انا بعد قرمشة. قال لا، قالت انا كنت وين، كنت وين جنب الكبري، ما كنت في بطن التمساح، انت ما عارفة كنت وين. قال انا ضحكني نهاية القصة دي ختمت، انت عارف قال شنو. قال ثم اخذ العهد على التمساح، قال لا تعود تخطف انسانا وانا حي. انا في البلد دي يا تمساح شوف لك بلد ثانية، الناس دي ما تاكل رزق ما فينا. قال فرجع التمساح الى البحر ودموعه تسيل. والله شيل وجراح عديل كده، بكاو عديل كده. عليك الله زول ببكي التمساح ده، انا بخش معاه تمساح بكاو كرر ده بخش معاه، وده كضب سايق هذا الشيخ اللي تقص يخش عليه جوا. يا ناس تلعبوا بالدين يا اخ، ما في شيوخ بيعملوا شيء، والله الذي لا اله الا هو كلهم كذابين يا اخ. بعمل ليك وبنفخك، انت 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 بنشر تنفخ الناس ليه؟ وبعمل ليك وبكرفسك وملايه تكرفس المسلمين ليه يا اخي؟ وكان ما اتكلمت فينا بعوج خشمك، ما لقيت شيخ قال لك بزين لك وشك، كلهم بتاعين مضره. يا بعوج خشمك يا بنفخك يا يجيك جيب عتوت. ليه؟ كان ما جبت عتوت بقلبه حجر. انت لله المضره، اقلب الحجار عتان، جيب عتوت وديني عتوت، شيل انت عتوت شنو الا بس تقلب لي عتاني حجار. كلهم بتاع المضره وبتاع اللخبطه، والله الذي لا اله الا تلاقاك شيخ فيه خير، لاقاك كلهم عتان ومصايب وبلاوي. شيخ ما شغال اي شيء، اللوري جاء اخر السنه شايل شوالات يكبوها للشيخ ويقول لك انا جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتشيل الشوالات جدك الرسول؟ اه الرسول ما بشيل الصدقه صح ولا ما صح؟ حرام، اهل بيت الرسول حرام ياكلوا شنو؟ الصدقة حرام. وزيدك معلومة، الموالي ذاته حرام، موالي الرسول يعني اللي بيعتقن حرام ياكلوا الصدقة ذاته. تجي انت تقول لي انا جد الرسول وتاكل الصدقة وحلاوة يجيبوها لك بياض، غلبتهم الشغلة يا اخي، ناس ما عندهم موضوع، والله زول يشيل قروشك 50 وديك عصيدة راس مالها 3 جنيه حامضة تاكلها تقول فيها بركة. واحد في الحصايصة هنا والله كلمني، كنت شغال على التالي في الحصايصة دينا شغال الله يتقبل، لقاني مغبش كذي رفعني معاه، قال لي إذا راح أحكي لك كلام أنا ضحكت ذاتي والله اسمه منو ما بعرفه. قال لي يا أخي أبوي عنده عقيدة في المرين، ناس المرين ديل الطيب ذاك مات وهسي البدوي ذا وده بتاع اللخبطه بيرمي بالعصا زي الشطرنج ده كله لخبطه ساي، همشي اقرا ايه الكرسي شوفوا تاني بيرمي زول اقرا ولا ازين له.
لا ما بيرمي بس الزين، كان ما كهربته دي فصلت وبتعرف الحاصل شو. بعدين الزول قال لي يا اخي ابوي عنده عقيده في الزول رمضان، قال لي في نص رمضان، قال لي في ايام رمضان العصريه، قال لا ولدي عشان ارضى عليك امي شس يجيب لي عصيده من الزول ده عندهم بركه، يجيب لي عصيده بتنفعني اخي عصيدتهم. وابو عنده ولده عنده عربيه، قال لي قال لي وبس ان دارنا ارضى عليك امي يجيب لي عصيده من الشيخ ده. طبعا ما بجوز انت تطاوع في معصيه، الرسول قال في البخاري انما الطاعه في المعروف. طيب قال لي مشيت منه غشيت اختيه في الشارع في الحصيصه ذاته، قلت لها جايه لي عصيده وغبشيها شويه. قال لي جايه العصيده بعدين قال جبتها للشيخ لابوي، جيت معاه المغرب قال وقفتها وكنت قال لي مع اختي، قال لي جبتها لي قال لي بس هزن كذي شال لي لقمه، والله قال لي البركه ظاهره والله، قال لي يا حاج دي بتكل فيها البركه، داك ما فيه بركه انت يا حاج ما جايب خبر تايه، دي لو بنتك بها بركه ما عارف الحاصل شنو ذاته. قال والله ما شاء الله والله بركته ظاهره، قال ظاهره يا ناس كلها اوهام والله الذي لا اله غيره. هو مين ساي في عصيده يا اخي شايلينها بالكوريك وحامضه ومغشوشين، ويقول لك الزول ده باكل الناس، الله ده باكل العالم جد، ده باكلهم كسره والله باكلهم جداد، ها تعتقد في منه؟ وده باكل له مسيد فيه 200 نفر والله باكل العالم جد، كان اكل اكل الله باكل الناس جد. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، ياكل وماله، لكن ده بيعمل كذي، ده بتديك عصيده وبياكل لحم وتدفع 50، قلت لك راس مال العصيده 3 47 لغفة هو بيغادي والله. ده غير بقى حاجه النسوان وغير، تركب من هنا تمشي له في اخر الدنيا المالك، الله يقول لك عيان ماشي لمنو الشيخ، الله يقول لك الشيخ الليله ما في، مشى وين؟ والله الشيخ يا اخي مشى المستشفى. وليه الشيخ مشى المستشفى؟ عيان، مش مفروض انت بعد تنتبه تبقى مالك تمشي المستشفى؟ انتظر الشيخ يجي من المستشفى بحقنته ادوها له، كان انا بقيت ممرض كان بوري الحاصل، ادوها الحقنه وادوا الحبوب. معليش يا جماعه لكن الناس ديل والله يسخر بهم، يسخر بهم لانهم اساءوا الى الله، اساءوا الى الله سبحانه وتعالى، ده دين الله لخبطوك. جاء من الدكتور، انت يا اخي مش مفروض تبقى مالك طوالي تمشي الدكتور منتظره؟ قول له ابويا الشيخ ما عندك لي محايه، اديه باغا كريستاله ملانه بزاغ، بزاغ معتت تف تف، يقول له الله اشربها فيها البركه. انت مجرم وكيت فيها البركه مشيت الدكتور ليه؟ انت تديني البزاغ وتمشي تاكل تشيل الحبوب صيدليه اليد البيضاء؟ شوف اللخبطه دي على الله، وغشون مساكين ساي ولخبط باسم الدين وبلاوي ثقيله جدا. وده كل الكتب دي شفتها لا خلوا تماسيح بكوها، لا خلوا ملائكه قالوا شفعوا لهم، دي ذاته فيه تطور الشيوخ، تطور الشيخ، باب تطور الاولياء. تدخل على الشيخ تلقى شيخ، تمرك تجيب بعد 5 دقائق تلقى عتوت بيتطور، تمرك بعد شويه تلقى حنش، والله كاتبنا باللفظ حنش، فتدخل احيانا على الشيخ فتجده حنشا براو ما بعرف انا غايته يوم وراني لزول ونسيته تاني. بعد ذاك تاني تدخل عليه تلقى عمك كبير، تاني تلقى شاب، ده ذاته الشيخ بيتطور بيتغير. توم انجري شغلته واضحه، اموره واضحه والله الذي لا اله غيره. والاتهى والامر الطيور ذاته ما خلوها، طيور ذاته في الكتاب ده صفحة 198 197 موسى بن يعقوب. وده عشان انا بعد ده انتقل لهؤلاء القوم اديك ملخص كدي واخش للرسالة الثانية، والناس ماذا ان ساهر بيون اكثر من كده يتحملوا وصبروا، والا في بلاوي كثير. ده كمان شوف الكتاب ده تخليك نجيبه مرة ثانية، ده فيه الشيخ بيبقى 40 صفحة 44 وفي حاجات كثير شيخ والله بيبقى 40 في الكتاب ده، بعدين تعالوا تأكدوا منه في ده. طيب
صفحة 197 198 ده شيخ قال اسمه موسى بن يعقوب، ده بيتكلم معه والدبرق عديل كده ونسه أمور واضحة. والله 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 الذي لا يلغ، والدبرق قاعد يتكلم سيك سيك، ده بدي سيك سيك، وانت بتكون فاهم ايش في السكسكة دي يا اخي. نحن ناقصين سكسكة يا اخي، زول انساك بوكسي سكسك بيودي المكانيكي، قول له فيه سكسكة ورا صلح ولي بربط له الصامولة واموره بتضحك وتوضح. يا اخي معقولة يا اخي؟ صفحة 797 198 قال موسى بن يعقوب، تاليف محمد والضيف الله. طيب ودي طبعت 2012 قبل 6 سنوات. قال ووقعت له كرامات وخوارق عادات، منها علمه بمنطق الطير. الشيخ بيتكلم مع شنو؟ مع الطير. ركزوا انتوا الشباب، والله وقفت وقفه طويله، جزاكم الله خير، الله يتقبل منكم. طيب قال ووقعت له كرامات وخوارق عادات، منها علمه بمنطق الطير. قال ذات يوم هو جالس والمشاط يمشط رأسه، سرح له ما شغلت ما عارف. طيب قال قابلته طيرة بقوة البيت، يتكلم مرات بالدارجة هذه مكتوبة. قال قابلته طيرة بقوة البيت، القوة دي زي الشباك لكن مقفولة بغالي. طيب الطيرة ركت فيها ودب مشط له. قال فسكسكت فسكسك هو لها، بدع شوشة سكسكت، قام هو شنو سكسك ليها؟ انتم ما تلاحظوا يا جماعة ما مكتوب كذي نعمل شنو. طيب قال فطارت، طارت بعد شوية الطيرة شنو طارت، وكان قادر يطير كان لحقها، كان تم الموضوع في الجو. قال ثم جاءت طيرة أخرى، ثاني جو الدبرق بغادي أول عاكس. قال فلما قابلته سكسكت فسكسك لها، الطيرة الثانية برضو شنو سكسكت وشنو سكسك ليها. أيوة فقال له المشاط الدرويش المعاو، بدل يقول لا الشيخ والله شغل سكسك هذين احنا ما بنفع معانا، انت الطيرة ما سلمت منك، كان جاب لك يعني زول طيرة سكسك ليها، ده باقي لك انا بجيب لي المرأة اقول لي دار لي جنا طيرة ما ريحها يا امه طيرة. طيب من كان قال عامل فيها مصلح. قال فقال له المشاط سألتك بالله الذي لا إله إلا هو الطيرة إن قالت لك وأنت إن قلت لها؟ قال لي عليك الله، قالت لك شنو وإنت قلت لك شو؟ الدرويش بيسلم عقله كامل للشيخ، عشان كذي الصوفي ما عنده عقل. الثلاثة مفاتيح للزبيرات والأصلي بيدعى في كوشة وبيسلم العقل للشيخ. الشيخ يقول له الفار برقص، يقول لا أيوة الشيخ، سحلية متبرجة أيوة ما فيها شيء الشيخ، كديسة عاقة بوالدة ما في مشكلة الشيخ، ولا ما بعرف ذاك عتود قاطع نص ما عنده أي مشكلة، كلها لخبة يا أخي. هاي تمساح بكو بكة تمساح، ده بقى مش معانا تاني. طيب قال لها الشيخ انت قلت لها شنو؟ هي قالت لك شنو سألتك بالله؟ قال امرأة مع زوجها وفقت بينهما، بدع شوشة والدبرك زعلوا شكله بدع شوشة، قالت لي جيب لنا نص دستة بتاعت كباب شاي بيجونا ضيوف من العشوشات، والدبرك اتحمق قال لا والله ما اشتغلته، بعدين زعلوا قال وفقت بيناتهم. يا بدع شوشة استهدي بالله، العشرة طويلة يا والدبرك، تاني ما بتلقى لك مرة وعشان الزرازير الصغار وما تتهور ما تطلقها، صلى صالح بيناتهم والله الذي لا إله غيره، صالح بين والدبرك وبدع شوشة، يعني هو الدبرك دار له شيخ يصلح بيناتهم، ياخذها بيمشي بشوف له ماخذ بتاع عيش بيجيب له عيشتين بيجي جنب السلك بيجي اموره كلها اموره بتوضح، دار لا والدبرك ده دار لا شيخ يا اخي كلها لغوسة ولخبة، ودي كتب دي جد كلها بلاوي قلع. شيخ قلب البيت ولد، والله ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى
للذكورة تقلب. بيقلب عنده جهاز تقليب، شيخ بيقلب البيت ولد، عشان كده ده اوعك تبقى معاه، يوم بيزعل انت ذاته يمكن يقلبك حاجه ثانيه ما معروف، وكلها لغوصه وكلها لخبطه باسم الدين. فالصوفيه ديل ونحن ده كلكم، كلام الفارغ ده كلكم بتاعهم ده، وكونه يقولوا الشيخ بدي الجنة دكم، يقولوا الشيخ تنادي في الشدائد دكم، يقولوا الشيخ بيعلم الغيب دكم، يحلفوا بالشيخ دي شرك بالله سبحانه وتعالى. الأمور دي لا تحلف في شيخ، لا تمش في شيخ، لا تعلق حجاب. والله يا هالطفل يعلقوا لك أمون، يقول لك ده من شنو؟ ده من العين. والطفل تلقى ريالته سائلة وما كلم لح خدرة مالي بطنه، هسي ده بدو عين ولا بدي عين؟ ده باقي لك بدو عين. والله كمون ماشي شمالية، مشينا الشمالية والله الذي لا إله غيره، ركبنا مع بتاع عتز جديدة ظريفة، معانا واحد من أخواننا اسمه عبد الرؤوف زول شيخنا المهم، بعد ذاك وراكب ورا قال لي أسمع الزول اللي عنده حاجة جنب المراية، طبعا بعدين أنا شفتها الكمون زي السفة مدردم قاعد، قلت له ده شنو ده كمون ده شنو؟ بأسلوب طيب ما تفتكر، نحن والله بنشيد عليهم هنا وفي أي مجلس، دعاة الباطل لما نتلاقى معهم مناظرات نبين لهم الحق من الباطل، لكن لقينا زول مسكين ما عارف الحاصل وغشو، بل التي أحسن بالراحة بنقعد نتكلم معه ولا ضحك ولا استهتار ولا غير، بل التي أحسن. قلت له بتحفظ العربية موش؟ أنا داير أشوف فهمه شنو عشان أنصحه، قلت له بتحفظ العربية موش؟ قال لي أي والله تحفظ العربية. قلت له أسمع، أديته مثال ضحك طوالي، قلت له شفت الكمون ده اللي قلت بيحفظ ده؟ تمش مخزن بتاع كمون شوالات، يلم فيه حرامي شفت بالليل، يخش المخزن يسرق له شوال ويجي ماشي بالزقاق، سرق الشوال كامل، يبقى الشوال كله ما قدر يحفظ شنو نفسه ولا قدر يحفظ شنو المخزن. انت خدت لك حاجه قدر عماري الممتاز تقول لي دي بتحفظ لك عربيتك؟ والله قد ضحك. والله يا مولانا كلامك صح، اقطع يا قال لي اقطع شيله برا، قطعتها تخرجت طوال، قطعتها وتكيفت الله يتقبل، والله الذي لا اله غيره قطعتها. وقلت له يا اخي بتحفظ؟ قلت له الخواجه الصنعه العربيه دي ما ساوي كمون، انتوا جابوا عليكم انت سووا لها كمون؟ خواجه تلقاو عيونه بتاعت كديس زي بتاعت الكديس، شايق لا بيعرف كمون لا بيعرف اي شيء. انت يا اخي ده الصنعه في النهايه ركبها. انت يا اخي مسلم ما قادر تتوكل على الله؟ كمون وحجاب وصوره الشيخ وبيجاه الشيخ مساعد خاتف العربيه ليه؟ يقول لك من العوارض. بعد شويه حكمه الله تجي نبلة ما تنيش الا صوره الشيخ، عربيه جت ما تجيش الا صوره الشيخ بس، بعد ده ما بيعتبر. يقول لك والله النازل نبلتهم دي بتاع مضره، ثاني يمشي يجيب له صوره. وانا يقول لك حافظ الشيخ برضه. يا الموضوع ده ما طويل والكلام يطول، فالناس تبقى عقيدتها في الله تعتقد في شيخ لا غير ولا اي شيء، والله الذي لا غيره.